لالا ليلى من أكادير، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طاقم البرنامج وجميع المستمعات، الله يطول عمركم. علينا وعليك لالا ليلى، لالا خطيك. وكنغتنم الفرصة نتمنى النجاح لكاع الناس اللي كيدوزوا الامتحانات. امين يا رب، امين يا رب. عندي واحد بستيلا ديكابوتابل غزالة هادي. هي شي حاجة جديدة راقية وسهلة في نفس الوقت. نقولها بريسيج ياك. ديكابوتابل، المهم تقدري ديريها بستيلا فردين ديكابوتابل ولا بستيلا وحدة. أييه. وعندي اسكالوب بالشامبينيون، عندي لي مافن مالحين. واخا ناخذوا بستيلا بعدا. بستيلا ديكابوتابل، إما ديريها. بس نكتبها ديكابوتابل. بس نعقل عليها. ايه المهم نعطيك المقادير وفي نفس الوقت الطريقه ياك. ايه ناخذ المقادير نعاودو ناخذ الطريقه باش كيقدروا السيدات يقيدوا معانا. ايه اللي بغيتي. المهم عندنا الورقه البسطيله كيف ما كنعرفوا، الورقه البسطيله عندنا بصله كبيره، بصله كبيره مشلضه، عندنا الابزار، عندنا جوج معالق ديال الزبده، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا واحد البيضه، ايه عندنا ربعة ديال الكروفيت، ربعة ديال الكروفيت، وعندنا ربعة ديال الكالامار. ايه حتى هي نفس المقدار، ربعة. ايه ربعة ربعة. وعندنا جوج كيسان ديال الحليب ديال العنبة، وعندنا ثلاثة ديال الفرماجات متلتين الحليب، ثلاثة ديال الفرماجات متلتين، وعندنا ثلاثة ديال المعالق كبار ديال النشا، معالق كبار ديال النشا، عندنا زليفة ديال الفرماج محكوك. ايه شحال تقريبا خصنا الفرماج محكوك؟ انا درت زليفة حتى انا زليفة حكيت وعطاني ديك زليفة. الوغ زليفة ديال الفرماج محكوك، وعندنا شوية ديال المعدنوس للتزيين، وعندنا الحامض حتى هو للتزيين. الوغ معدنوس والحامض للتزيين. ايه وداك الكروفيت اللي غنسلقو غناخدو منه شي شوية حتى هو للتزيين. واخا نديرو الكروفيت حتى هو للتزيين. يلا يعطيك الصحة. هانتي كناخدو واحد القالب ديال واحد القالب ديال المول كيخصو يكون غارق. كناخدو الورقة كنضبوها على يعني كناخدو دابا تقدر السيدة أنها تمشي تطلب قالب اللي يكون غارق أو لا أنها تشري من الواجدين. المول إلا كاين عندها المول ديال البسطيلة. لا المول ديال المول اللي كيدخل الفران أي طاقت ولكن يكون غارق. أييه واخا. ولا بغات ديرهم في فردين خصي ديك الطاوة ديال المولات فردين من النوع الممتاز راه كيكون غارقين. كنديرو فيهم حتى لي مافن حيت غادي نخدمو بالظهر ديال المول. أييه واخا. فهمتي يعني غادي ناخدو واحد البيضة بعدا ندوبو دوك ندوبو داك شوية ديال الزبدة اللي عندنا مع الكاس ديال الزيت ولا نص كاس، غادي نزيدو معاهم هذيك البيضة، غادي ندهنوهم مزيان، غندهنو بهم الورقة ديالتنا. غادي ناخذوا الظهر ديال هذاك المول اولا الظهر ديال اللي بغات دير قوالب فرديه. غادي نديروا فيهم هذيك الورقه وغادي نحاولوا نربطوها بواحد الخيط يكون غليظ شويه بحال اللي قلتي واحد كوردون. اييه داك لو فيل ديال الطياب. اييه ملي غادي نربطها ندخلوها للفران باش تتحمر مزيان. غير كتعطينا داك اللون اللي هو ذهبي صافي وكنخرجوها. دابا غادي ندوزو نوجدوا الحشوه. ينزل الحشوه، غادي ناخذ البصله كبيره مفرومه غنشحروها في شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الزبده والزيت. الكروفيت الرابعه الكروفيت اللي كاين عندنا غادي نسلقوها بوحدها وهادي نقيوها ولكن غنحتفظوا بالماء ديالها. اييه واخا الكروفيت وكرامات هو كنسلقوه توا في شويه توا ديال الماء توا بوحدو. كناخذوا الكاس ديال داك الماء ديال الكروفيت كنزيدوه في هذيك البصله اللي شحرنا وكنضيفوا له هذاك الكروفيت اللي نقينا مع هذاك كرامة اللي كاين عندنا وكنخليو كلشي كيبقى كيطيب معاه حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. اييه غير كاس ما نكثرش بزاف حيت هما اصلا راه مسلوقين. كنخليهم حتى كيتجانسوا يعني حتى كتنشف ديك المريقه تبقى هكا الحشوه خاتره. اييه غادي ناخذ جوج كيسان ديال الحليب غادي نكسيهم مزيان نطربهم مزيان مع ثلاثه ديال الفرماجات متلتين وثلاثه ديال المعالق ديال النشا. اييه نطربهم حتى ما بقاش يبان مازال الحبيبات ديال النشا ولا الفرماج. كيولي عندي كلشي واحد اللي بحال الا خاطر. كندوز شويه فوق النار ما نخليهش يعقد بزاف حيت غادي نعاود نرجعها مازال للفران. اييه هذيك ديك الورقه ديال البسطيله ديالي اللي صيبت اللي حمرت كنقلبها كتولي عندي بحال الشكل ديال واحد الطبق غارق شويه. اييه كنخوي فيه ديك الحشوه اللي عندي ديال الكروفيت وديال الكرامه.
وديال البصل. فكره رائعه جدا. كتجي بحال الكويس هكذا، ديك الورقه كتجي بحال الكويس كتعمريها. كتجي بحال شي زلافه هكا كبيره. كندير عليها داك لاصوص البيضه اللي كاينه عندي ديال الحليب والفرماج والنشا. وكنرش عليها الفرماج محكوك. كندخلها للفران غير باش يسيح هذاك الفرماج، وكنخرجها كندير عليها الحامض للتزيين، وكنزينها بشويه ديال المعدنوس مفروم، وداك شويه ديال الكروفيت اللي كاين عندنا كنزينوا به داك الوسط ديال البسطيله ديكابوتابل. الله يعطيك الصحه تبارك الله. سهله وفي نفس الوقت كتبدل شويه المنظر. اييه والله العظيم الا فكره زوينه. غادي نعاودوها ليلى باش الناس اللي تقدر تكون مشات ليها شي معلومه ما قيدتهاش نعاودها انا وياك. اذا عندنا ورقه ديال الورقه ديال البسطيله. اييه. عندنا بصله كبيره مشلضه. عندنا الملح لبزار، زوج معالق ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، بيضه، ربعه ديال الكروفيت، ربعه ديال الكالامار، جوج كيسان ديال الحليب، ثلاثه الفرماجات متلتين، وثلاثه المعالق ديال النشا، وزلافه ديال الفرماج محكوك، وشويه ديال المعدنوس، وحامض التزيين، وشويه الكروفيت حتى هو. اذا في الاول كما قلت لنا كناخذوا داك المول اللي غادي نطيبوا عليه سواء غارق ولا فردي، كندوروا عليه ديك كنشدوا بعد الزبده ندوبوها مع الزيت ونزيدوا عليها البيضه، وندهنوا ديك الوريقه ونديروها على داك الشكل المول، وندوروها بواحد الخيط ندخلوها تتحمر. اي كندبلوا الورقه باش تجينا باش تجي شويه شاده في راسها. اي وحتى هذاك المول كندهنوه قبل ما نحط حتى هو عليه الورقه. اييه باش هكذا كتدخل توجد لينا هذيك الزليفه الكبيره اللي غنعمرو. هي باش تعطينا على شكل طبق. هاد المقادير اللي عطيتك ديال الطبق غير موين اولا ديال دوك القوالب الفرديه دوك الصغار. اييه وهكذا السيده اللي بغات تزيد راه كتزيد عاوتاني شويه من المقادير. اييه وفي الحشوه كنديروا بصيله مع مليحه مع الوزار مع الزبيده مع الزيت. مع كاس ديال الماء من البويون ديال الكروفيت، يعني من داك الماء اللي سلقنا فيه الكروفيت. كنزيدوا عليها الكروفيت مسلوق، وكنزيدوا عليها الكالامار مسلوق، وكنخليوها تشحر حتى كتشرب ديك المويه ديالها وتولي لاصوص خطره. كيولي عندي بحال كوكتيل ديال فواكه البحر. اييه كناخذوا جوج كويسات ديال الحليب كنديروا معاهم ثلاثه الفريميجات والنشا، وكنطربوا داك الشيء حتى كيولي كريم، يعني كيولي متجانس مزيان. ومن بعد كنتقول الورقه ديالنا وجدات كنديروا الحشوه كنضيفوا عليها هاد لاكريم اللي قلتي. لا ديك لاكريم كندوزوها شويه فوق النار. اييه سمحي لي نسيت هادي ما كتباعها. غير ما نخليوهاش تطبخ غير شويه تسخن. تعقد بزاف ما خصهاش تعقد لينا بزاف. غير شويه تسخن صافي. اييه غير واحد شويه تسخن راه هادي تبان لينا كيفاش كتجانس. اييه بحال ان كريم. اييه ايوا من بعد غادي نديروا هادشي ونزيدوا عليها الفرماج محكوك من الفوق وندخلوها غير داك الفرماج يتحمر. إيه. الله يعطيك الصحة. ومن بعد كنزينو بالمعدنوس والحامض والكروفيت. عندي ما نقول. لا ليلى تبارك الله عليك.